غلطك عبس مليونسي برشا 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 عم ناول صارت. انا علاش خرجت عم ناول؟ انا خدمت عم ناول تقريبا اخر شهر فيفري مارس ابريل ماي ماي خرجت نتيجة وقتها سألوني على اخر مرة معناتها صاي معناتها فديت في البلبولي. صحافي سألني قال لي البلبولي باش يمشي الورك انا كنت ساعة التالي معاه. قال لي لا قلت له راه مش ماشي البلبولي. من بعد نسمع في العشاء الكتب وقع فسخ العقد. وهذا كله انت مازلت تخدم معاه معناها؟ اي هاني قلت لك عنده قدرة على انه يغالط المقربين منه بشكل فما ملف حكيت فيه ملف التلفزة القناة التلفزية. اي هو زاد حكاها على الحمد لله هذا انا عندي عليه دليل خرج في البيان في الصفحة الرسمية. خرج في الصفحة الرسمية الحمد لله ولا راه قالوا جبته من راسي. اي وقتها حكيت قلت ما مازال بعض الجزئيات لا بعض الجزئيات الإدارية مش الفنية في المطلب لانه الملف بالحق قال لي ملف كامل معناتها باش يصبوه. اي لهنا الحبيب قعدت لهم فيك انت غلط في الحبيب. ما غلطتش هبط في الصفحه الرسميه ما جبتش حاجه من عندي. وانا حكيت عليه من بعد راهو هبطت الساعه في الصفحه الرسميه ومن بعد سالوني عليه ما عنديش علاش بنغلطهم خاطر انا كي هبطت في الصفحه قريته كيما الحبيب. قال لي راهو الدوسي ما في لو دوسي ادمينستراتيف حاضر. استاذ استعملك برشا عبد المليون سي باش برشا برشا موضوع الكوادر قلت باش يرجعوا وما رجعوش. هذوكم الكوادر مرة أخرى كيما موضوع الكاميرونيين صحح في أكثر شيء من أنه صحح ومن بعد تراجع. خلي كي نهز التليفون صابر خليفة هو موجود يسمع فيا حكيت معاه صابر وقلت له باش نحكي مع الرئيس وحكيت مع الرزيز يا ولدي نقعدوا معاهم وخلي يرجعوا كذا هذاك اللي في بالي. من بعد سمعت اللي ما رجعوش معناتها معناتها يفهمك يسمعك تعطيه حجج يسمعك ومن بعد يعمل اللي في راسه. علاش هذا؟ شخصيته هكاك بتتر ما نفهمش فهمت. انا يعني قلت له وانا صغير قبل نتذكر اصغر من هكا برشا نقعد مع المرحوم شريف بلامين نحكي معك يقتنع بالرغم اللي انا صغير ياخذ براي في برشا حاجات. سي صالح ثابت يوم موجود يعرف سي عزين عبد النسلاتي يعرف. بي قبلت عاد كتبت في تدوينه ليك بكشف وثائق اسبوعيا للعباد اللي ساهمت في توظيف النادي الافريقي ما شفناش هذا. لا على الحكام نحكي مش على النادي الافريقي. قلت العباد اللي ساهمت في الازمه نتاع النادي الافريقي وثائق اسبوعيا كتبت هذه في تدوينه قلت اسبوعيا مش نهبط وثائق. نتذكر اسبوعيا على المظالم التحكيميه صح؟ لا مش على المظالم التحكيميه على برشا على العباد اللي هبطت اللي ساهمت في الازمه الماليه اليوم للنادي الافريقي. اي موجود اي اي موجود ما شفناش وثائق اسبوعيا. ما هو خاطر الوثائق هذوك ملاها باش نقول لك علاش خاطر من بعد كي يكلموك اطراف يقول لك راهو الملفات هذوما بنبين برشا وثائق منهم راهو متعهد بهم القضاء فك الشكايات العديده تولي ما عادش نجم تهبطهم على خاطر من ولاو هما جزء في ملفات تعرف قداش ثم من شكايه توا ثم يمكن نقول لك 15 شكايه راهو كوشي ادروات راهو ثم شكايات في النيابه العموميه في القطب المالي في لجنه مكافحه الفساد لا وتي باس ثم شكايه. العبيد على ذاك ممكن احباب الافريقي يفهمهم حتى ولاو متقلقين من كمال بن خليل. اه مشي على روحه. نجم يشوفوك ترجع. مش مع بسلام زوكي خاطر مثلا ايضا في دوسي النقاط ستة نقاط. لا ستة نقاط. ما رجعوش. ستة نقاط ولليوم نقول لك انه انا وشخص اسمه ذاكر اول مرة نسميه عملنا كل ما يلزم باش النقاط يرجعوا. شكون الشخص هذا؟ شخص محب من احباء النادي الافريقي. اون تو في لانه هو متواجد في اوروبا وكان في تحول مستمر الى بلغاريا اون تو في باش تهاون من عبد السلام ما رجعوش. كان نجموا يرجعوا انا فيش تهاون نتاعو كان ثم حاجه لازم يفهموها الاحباء انا راني ناطق رسمي مانيش ديسيدور ليست لي سلطه اتخاذ القرار ما نصححش انا على اوراق ما ناخذش قرار قول. انا نجيك نقول لك يا اسلام راهي هذه هكا وهكا 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 تقول لي انت اوكي من بعد نلقاك مشيت في الثنيه الاخرى شنو باش نعمل انا؟ حكايه الستة نقاط اكثر شيء من مديره البنك البلغاري اعطات مكتوب لصالح النادي الافريقي لانه الفيفا اللي ما فهمتوش وقتها شنو هي شركه سياحيه تخلص على النادي الافريقي فهمت؟ اعطات مكتوب قالت راهو الشركه هذه هي وسيط مقابل عموله. يلعب دي غلطوا مره اثنين مش 10 مرات. لا هما شنو هو في نفس الملف ما هو انت تبدا تمشي تي بوس. لا نحكي مع على الملفات هذوما الكل معناها مش نحكي على قلت لك ما هو وقتاش بدا مسلسل التغليط لانه مسلسل المغالطات بدا في ماي مشيت انا في ماي وانا ساكت. سليم الرياحي غلطك زاده؟ لا ما خدمتش معانا سليم. اي خاطر قلت لي قبل انه سليم الرياحي اعلمني انه انطلق في اجراءات خلاص ملف مارسيليا. اي صحيح ما هو من بعد عاد قال لي ارجع انت ما اربط لي الامور ببعضها.
من بعد شنو صار؟ من بعد شنو صار؟ صار من بعدك المحادثه نتاع سليم كي حكى انه معناتها عنده شرط في انه تخرج وتصير هيئه تنفيذيه واحد وكان باش يخلص فابريسون داما وسيريضا وقتها خرج وقال رم فلوس فابريسون داما هم موجودين وهو الكاتب موجود تتذكر ولا؟ دونك من بعد كي صارك الخلاف بينه وبين عبد السلام اليونسي وقفت البروسيدور وقفها وهو حر ما نجمش انا نقول شبيك ما وقفتهاش. معناتها انا مسؤول على الانفورماسيون مانيش مسؤول على ما قالها. ما قالها مش في يدي انا.